من بيروت مراسلتنا لاريسا عون تنضم إلينا لموافاتنا بمزيد من التفاصيل. وهذه الرسالة الفرنسية الواضحة إلى المسؤولين اللبنانيين لاريسا، والتي بطبيعة الحال تصطدم بمسألة المحاصصة على الحقائب الأساسية في الحكومة. بالفعل ميشيل، تحذير فرنسي جديد من الاستمرار بالمماطلة والتعطيل في تشكيل الحكومة الجديدة في ظل هذه الأوضاع المتردية وأسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان. تأكيد جديد اللا مساعدات دولية، إن كان ذلك عبر صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو من الدول المانحة، إلا في حال تشكلت حكومة من إخصائيين غير حزبيين تباشر بالخطة الإصلاحية والورقة الإصلاحية الواضحة التي تعهد بتنفيذها الفرقاء اللبنانيين خلال لقائهم بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأول من سبتمبر المقبل هنا في بيروت. مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأدنى يواصل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين لتوصيل هذه الرسالة لهم والتأكيد أن المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة. هو يحذر أيضا من الاستمرار في المماطلة وتداعيات هذه المماطلة والتعطيل على الأوضاع السيئة والتي تزيد سوءا، كما أنه يربط بين تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن أي خلال أسبوعين وبين عقد المؤتمر الدولي المقرر في نهاية نوفمبر الحالي، بعد أن كان أرجئ هذا المؤتمر من نهاية أكتوبر إلى نهاية نوفمبر لإفساح المجال أمام الطبقة السياسية بتشكيل هذه الحكومة وفق المبادرة الفرنسية، أي حكومة تضم شخصيات كفوءة، حكومة من غير الحزبيين تباشر بالإصلاحات الهيكلية الضرورية. شكرا لك لاريسا عون مراسلتنا من بيروت.